كيف رح نختم اسبوعنا بابراجنا وحظوظنا يلي مخبيت لنا اياهم نجلاء اباني؟ رح تخبرنا اياهم فورا. يسعد صباحك يا نجلاء. صباح صباح خير يا مدام. ايه الجمال ده؟ اي لاف يو. الاخضر يليق بك. اي لاف يو. سيدة وقتكم تضلوا دائما بخير ودائما ايامكم سعيده. اليوم 15/6 يعني 15 حزيران، وطبعا اليوم الخميس، تمنياتي للجميع بالكثير من الخير. كواكبنا ما زالت في أماكنها، عطارد، كوكب السفر، الأوراق، المستندات ما زال متقدما في الجوزاء إلى جانب الشمس للقرار، يعني قرارات بالسفر لمواليد الجوزاء. الميزان وارد يكون برج الأسد، برج الحمل، هاي الفترات وارد يكون عندهم شي قرار هيك جميل، سرطان يغير لهم شي بحياتهم عموما. والمريخ كوكب الطاقة والحماس ما زال يتقدم في برج الأسد إلى جانب الزهرة، كوكب الشخصنة والعلاقات الشخصية كمان يتقدم في برج الأسد. أول أخباري العزيزنا مولود برج الحمل اللي عم يبعث برسائله اليوم أو عم يتقدم بطلباته. أنا خاطر لي أنه كتير هيك فاتح جداول وقاعد عم بيرتب أمور مالية، شيء له علاقة بدفع، بفواتير، بأقساط. يعني هاي الأيام أيام عموماً جيدة للمال. حظوظك الحقيقة جاي من الغرباء هاي الفترات مولود برج الحمل، وكل قرش عم تصرفه وعم يرتد لك، الأمور لك جيدة، هي حصاد لعمل سابق عموما. مولود برج الثور اليوم الأمور جيدة، فاين بكير وعم تتحكم بأمورك مثل ما بدك، طبيعي والأمر ببرجك، يكون عندك مصالحات، يكون عندك سفر، ارتباط، اعتذارات، لمة شمل، يعني نوع من أنواع التعارف، وغالباً أنت لبق بعروضك، في عندك هيك قصص شخصية ممكن تكون إيجابية، مصالحات أو لقاءات سعيدة. هلأ أنا بعتبره يوم جيد عموماً لمولود برج الثور اللي شوي متعب، ومولود الجوزاء، بس كلما تقدم النهار حتحس العموم الأمور أفضل. حاول تكون حريص بالنهار على الأقل لما تتأذى علاقاتك. اليوم في شيء يقال كأنه مانك مرتاح له أو عم تنتابك حالة من الحساسية. هلأ لا تغذي وهمك بكلام لا تعني، ربما أنت في شيء اليوم عم تسمعه عم بيأثر على نفسيتك ويمكن يجعلك غير مطمئن. مولود برج السرطان الأوضاع مليانة وعود وأنت مزدهر عاطفياً، تقبل دعوات، واثق من نفسك، في تجمعات أو زيارات أو تسالي أو أصدقاء جدد. أحد الأيام الإيجابية اللي فيها اتصالات مهمة، ممكن تشعر أنك محبوب ومرغوب مولود برج السرطان، والأمور لألك العلاقة بالإيجابيات كعلاقات على الأقل. تخطئ مولود برج الأسد حين تظن أنك منزه من الأخطاء. ما فينا حدا منزه بالنتيجة، كليتنا بنغلط لأنه كليتنا بشر. اليوم ما كتير مرتاح، في عتاب أو نقاش، ربما تشعر بالمرارة للحظة، ربما تسمع أخبار تقلقك. هلأ طاقتك اليوم قليلة على كل الأحوال، مالك خلق حساس من أي كلمة، ويمكن تتخذ مواقف حادة أكثر مما يجب. كلما تقدم النهار كلما أمورك أفضل. المساء أنا بيخطر لي عندك قعدة حلوة. مولود برج العذراء بالعكس، كلما تقدم النهار أمورك أكثر تعباً. بالنهار ممكن عم تقدر تشرح وجهة نظرك، قادر ترتب أمورك، يعني اليوم عم بتمد إيدك لإعادة السلام لحياتك، في أمل عم بيرافقك أو عم تزداد شعبيتك. بالذات بالعمل أمورك تعتبر الأفضل، بالعكس في عندك هدوء، دبلوماسية ولباقة. بس بقى يعني مساء ممكن الأمور ما كتير مريحة، فلا تدخل حوارات ما كتير لازمتك. مولود برج الميزان اليوم عم تسعد بأكثر من خبر عاطفي، أو عم تستوعب غيرك، أو عم تطرح أسئلة وعم تلاقي إجابات. اليوم في تحرر واستقلال لك، أمورك ضمن إطار الجيد، عم تساعد حدا، حدا عم بيساعدك، عم تعطي الناس حواليك حقوقهم. يعني اليوم يوم جيد، فيه وعود، فيه انفراجات، وربما ترسم مصير مستقبل جديد. برج العقرب اليوم الأمور جيدة بالنسبة لك، في إحساس عم بيراودك بأنك ترتب أمورك بطريقة جيدة، رغم أنه أنا بشوف الحظوظ ما كتير كتير مساعدة، بدك للمساء أو لبكرة، فلا تلجأ بالنهار على الأقل للاستفزازات، ما تخلي الأمور الصغيرة تصبت من عزيمتك. هاي الأيام أنت عصبي ربما، وقد يأتيك الغدر ممن لا تتوقع. مولود برج العقرب
على كل لست راضياً عن واقع الحال الموجود حواليك. تأتي إلى عملك مبكراً مولود برج القوس وتذهب متأخراً. يوم الحقيقة محتاج أنك تحدد ضروري وتخلصه وحمل الآخرين شوية هموم. يوم فيه نوع من أنواع الأمور اللي ما كتير مريحة على صعيد مسؤوليات جديدة، عمل جديد، شوية مسؤوليات طارئة. وأنت اليوم مزاجك مو رايق، حابب تقعد تفكر، إلا أنه الحقيقة اليوم المطلوب منك هو إنهاء عملك، ومطلوب منك شوية تنتبه صحياً لأنه وارد يكون في شيء صحي عابر. الجدي أحد الأيام الجيدة اللي عم تتواصل مع الناس اللي حواليك وإلى أعمق المستويات. اليوم عم بتساهم بحركة موجودة فاعلة حواليك، عم تشرح وجهة نظرك، عم تحاور، عم تسمع، في صراحة، في وضوح، حركتك مفيدة، عم توضح مشاعرك وأفكارك، ووعودك مفرحة ومبشرة. أحد الأيام الجيدة لتشعر فيها بالارتياح. مولود برج الدلو، أنت اللي مو كتير مرتاح، ما بعرف، حاول ما تتمسك برأيك بدون اقتناع. ما تريده ستحصل عليه، ولكن بالصبر وليس بالعناد وليس بالمشاكل، لأنه هاي الأيام تبدو مستفزاً أو معادياً. كلماتك صريحة أكثر مما يجب، وأنا ما بتمنى أنك تنسى محاسننا فجأة. مولود برج الحوت، اليوم عم تفرح للمحبة، يوم في عندك حالة من السعادة بسبب شيء عم يحصل حواليك، سواء أوضاع عم تتغير، سواء مساعدة من العائلة أو دعم، سواء نوع من أنواع النشاط والطاقة أو بداية جديدة تسعدك. هلأ هاي الأيام أيام جيدة لمولود برج الحوت. خليني أعايد مولود اليوم. مولود 15 حزيران، الكائن القوي المتسلط اللي بيطلع على الناس من فوق إنه أنا يعني أفهم وأزكى. والحياة هو ذكي وجذاب، ثرثار، عامل من الطراز الأول، كائن لا يتوقف عن العمل، بيحب الآخرين، بيحب تنفذ أوامره بدون اعتراض أو مناقشة، متسرع أحياناً، لا يعرف الهدوء، لا يعترف بأخطائه، طيب وحنون ومحب لخدمة الآخرين. سنة طالب بحقك، ناقش المسؤولين عن وضعك، أوامر، اجتماعات، دعم غير محدود، أنت أكثر التزاماً. اليوم يوم يعني هاي الفترات جيدة جداً للعمل والمال، حتى ممكن تكون ارتباط أو خطوبة أو وضع جديد على هذا الصعيد، حتى بهاي أمورك ممكن تكون إيجابية. أنا بعتبرك سنة مهمة بالنسبة لك وجيدة عموماً، وفي عندك فيها نوع من أنواع التغييرات. سيدة أوقاتكم، رسائلكم أكيد على 1845 من أي موبايل داخل سوريا. هويدا عم تقلي بس ما بعت المواليد يا هويدا، ما وصلني مواليد، وصلني مواليدك أنت بس الـ 22/11، أما مواليد خالد فما وصلتني. هلأ أنا بشوف أوضاعك العاطفية لا تعتبر الأفضل بالشهرين ثلاثة اللي جايين، لذلك أنا نصيحتي لك تبعتي لي مواليده، يعني لازم تبعتي لي مواليده. يوسف ابن خديجة، أمورك جيدة يا يوسف، بس هو الشهرين فيها نوع من أنواع التعب المالي، كأنه أمورك ليست الأفضل على الصعيد المالي الأول، حتى عاطفياً إذا بدك. آلاء عم تسألني، مع ربيعي صدقاتكم، إحدى العلاقات الأفضل يا آلاء، علاقة جيدة جداً جداً جداً، وعندك 3-4 شهور بياخدوا العقل، غالباً فيهم تغييرات مفيدة ومفرحة، ويمكن أمور ممكن تكون إيجابية والعلاقة بالتغييرات. حابة تساعديني؟ حابة أخذ لك مشاركة معنا. بهاء ابن أمينة، 28/10/76، حابة يعرف عن كل شيء. يا ريتك ما بعتت. يعني شهرين ثلاثة متعبين الصراحة، الصراحة الأمور لا تعتبر في أفضل حالاتها. فاروق علينا شوي لأنه ما في تغييرات أو راحة، خليني أقول قبل التاسع، يعني أواخر السنة. هلا الصيف شهرين ثلاثة الصراحة متعبين، ما عندي حلول إطلاقا لمواليد برج العقرب والدلو الحقيقة. شكرا لك يا نجيسة.